يسعد مساكم حبايبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير. طبعا ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد سوسو بتعمله. ما تنسوا اللايك لسوسو، اللايك يا جماعة. انت قاعدة بتكتف فما تتكلمي. مستنيك لما تخلص. هنعمل طبعا النهارده انا وماما تحدي في الرسم احنا الاثنين، ونشوف مين اللي رسمته هتطلع احلى، وانتوا اللي هتقولوا في الكومنتات. انا اكيد انا اللي احلى. هقول لكم ماما هترسم ايه. عامه ماما رسمتها معروفه اللي هو نهر كده، على فكره هو مش نهر، يعني بتبقى عباره عن حاجه لا انا هرسم لكم نار، وهرسم لكم اسره، وهرسم لكم شجر، وهرسم لكم ورد، وبترسم شجر جنبه. بلاش تضيعي يا منى، فيلا نبدا. يلا نبدا بقى. احنا هنبدأ وانتوا اللي هتقولوا مين رسمة، ما تغشوش، قولوا مين اجمل، رسمتي ولا رسمة منون. طبعا انا سنة اولى حضانة، هبدأ بقى من اول وجديد. بسم الله ما شاء الله، انا من غير مسطرة ولا حاجة. ماشي، هنبدأ مع بعض بسرعة. بسم الله ما شاء الله، شوفوا النهر ما احلاه. انا لازم اعمل مسطرة. استاذة وربنا استاذة اهو، شوف من غير مسطرة ما شاء الله عليك يا بنتي يا سوسو، والله خسارة بالعيلة دي، اقسم بالله خساره. انا هنا بسرعه رسمت النهر اهو، هوريكم بس لسه ما بداتش. شوفوا لسه برسم بالنهر، شايفينه؟ لسه هنبدا بقى. يا جماعه انا قلت لكم على ماما هترسمه، لسه مش هيبان الا لما نلونه عشان انا بحب البحر. ماما بتعمل شويه سمك. ما تقولوش يعني انه على رسمتي على قد. لا والله ماما ما بتعرفش ترسم غير هي عامه. يعني هنا بقى عملنا ايش النهر. يلا قولوا لي بقى، هاي اول حاجه رسمتها النهر. بسم الله ما شاء الله عليه، منور منور الكاميرا، مش حلو خالص. طيب هنبدا نرسم الشجر بقى. انا ومنا هترسم الاهرامات. ماشي، هخلص وبالاخر قولوا ايش مين الاجمل. ماشي، هنرسم الشمس. انا برسم لسه الحجاره بتاعت الاهرامات. بسم الله ما شاء الله على الشمس، جميلة. ماما هتخلص بسرعة. دي مش شمس يا ماما، هي شمس والله، شمس. والله العظيم شمس يا ناس. مش شمس ولا مش شمس. مش شمس. اهو انا ارسم لك دلوقتي الشمس طالعة من ورا الاهرامات ازاي. مالكيش دعوة انت، بس انت خلصي بقى وبعدين نتكلم. هرسم لكم بقى الشجر والورد الحلو بقى من غير مسطرة. يا جماعة انا اصلا حاجة ارسم لكم وردة جميلة والله على ايام هتلر. انا من ايام ما كنت في الحضانه ماما بترسم لي نفس الرسمه. انت مالك اهو، يا سلام عليك يا سوسو، وانت ترسم مدحت وسابينا. ورسمت لك وبرسم لك النخله يا اناقه اهو، ورسمت لكم سمكات مش راح اوريكم انا غير بالاخر. وريهم انت برضك بتعملي ايه منا. انا بعمل، انا وريتهم اهو لسه منا بتعمل الحجاره بتاعتها. انا مش هوريكم بقى الا مفاجاه لو تشوفوني وانا وانا شايله السبت على راسي. الله الله، والله يا جماعه لسه بتعرفوا اصل الرسمه دي ايه. والله عشان رسمه انا ومدحت. اهو ما شاء الله عليك يا سوسو، والله العظيم. استنوا انا ما اعرفش اصلا ارسم الا والكراسه على ايدي على رجلي كده اهو. ماشي اهو استاذه، استاذ صرت بدي اخلصها اهو. مسكتها قبل ما تدور اهو، ما شاء الله على الورود اللي هنا. الله عليك يا بنتي يا سوسو، شوية ورود. طبعا انا حالفة علي الطلاق، ما انتوا شايفينها الا بعد ما تخلص. خلاص ما عادش اوريها لكم، بس البت منا ما شاء الله عليها رسمة بالاهرامات. بسم الله ما شاء الله، انا سبت رسمتي وقاعدة ايش ابص عليها، عجبني الرسمة بتاعتها. ماشي هتشوفوني انا ومدحت دلوقتي، الله على الجمال والحلاوه. راح اعملها صوره مصغره انا فاصله الفيديو دي. رسمه سابينا هتبقى تراند، هتكسر الدنيا. انت متغاظه مني؟ ما انا مش شايفه رسمه، الرسمه دي بترسميها من يوم ما اتولدت انا. وهي انت مالك، انت مالك. طبعا انا هلون دلوقتي الاهرامات، انا مش هوريهم الا بعد ما اخلص، هم اللي هيحكموا بالتعليق بقى. ما شاء الله عن طبيعة جميلة. لا أنا برسم الأهرامات، أنا حضارتي. برسم السبت دلوقتي اللي أنا شايلاه على راسي. أنا برسم حضارة عظيمة يا جماعة. ما شاء الله. خاف رسمتي دلوقتي مبينة، أنا مش عايزاها تبان إلا لما تخلص. أوكي.
هرسم هنا البيت بقى فوق، هاي القرية نسميها عزبة عسل. فنانة طلع لأمك فنانة. أنا فشلت رسمة على فكرة زي أمك. بس على فكرة في حاجة بدي أقول لك، هي هذا اللون يطلع أحلى للحجر بتاع ال. لا أنا هضيف عليه لون تاني. والله والله أنا حبيت أعطيك فكرة بس. لا أنا هضيف على لون تاني. برسم السمكات دلوقتي. أنا من يوم أصلا أخدت رسمة أنا برسم لهم الأهرامات في المدرسة. يا سلام على السمكات، حاجة حلوة والله في قلب البحر كده. انت مالك بص على رسمتك ما تبصش عليا. تمام انا اصلا ما عنديش اي دعوه برسمتك. مغيظه من سمكاتي؟ ارسمي زيها. لا انا برسم الاهرامات. برسم اهو. انا صرت مرحله الالوان. يا سلام يا سلام على جلبيه مدحت. الله الله رائعه. لون شعرات مدحت سود، نحط لهم الاسود طبعا. سلام عليه على اللبيده. تخيل الله ما احلى رموشه. هتشوف رموش مدحت دلوقتي بالصوره، يا الله شنو حوله انا. وربنا رسمه نفسي حوله ازاي ما اعرف. وين صرتي يا منى؟ انا قربت اخلص اهو. انا بدك قربت اخلص اهو لسه اللمسه الاخيره من هنا، الهرم الاخير اللي هو من كورة. انا مش هوريك عشان ما تضحكوش عليا. مش عارفه ليه بيتحط لها قصير كده، مع انه متحط اطول مني. وراسي قلبق بالرسمه. يلا عدوها بقى. ماما طلع حوله بس عامله رموشه بالمسكره. اهم حاجه اهم حاجه المكياج حاطه بالصوره. لا عليك تقولوا الصراحة رسمة مين أحلى؟ ما تحرقوش. والله أنا برسم رسمات أحلى من كده بس عشان مستعجلة. لا براحتك يا أختي براحتك. ما تحققيش. لا والله العظيم مستعجلة بجد. أنت طالعة فنانة لأمك. أنا أقع رسمت لك النخلات يا أختي. لا أنا مش طالعة فنانة ولا حاجة. أنا يعني مش طالعة فنانة ولا حاجة. شيماء رسمت لك السمكات. طبعا وهيك إحنا وصلنا لنهاية رسمتنا مش لنهاية حلقتنا. بتمنى تكون عجبتكم. ما تضحكوش بالله عليكم. شوفوا شوفوا الأول منا. طبعا أنا رسمت الأهرامات ورسمت وراها الشمس ودي المسل على قد ما بقدر. أنا رسمة والله حلوة بس عشان مستعجلة. ماشي أهي دي محدش يفكرها مأذنة، دي مسل وريها حلو مش وريهم حلو. دي رسمة منون، دي بقى رسمة سوسو. بالله عليكم ما تضحكوا. شوفوا مدحت محلى جلابيته، شوفوا النخله محلاها، وشوفوا ما شاء الله القريه الريف المصري وجماله. بالله عليكم قولوا لي ايه رايكم. انا شايفه ماما طيب. اهي المهم انا مش عارفه ليه رسمت راسي الوق وعيني حوله بس المسكره باينه. المسكره باينه اهو. شوفوا عيني ازاي وسبك البيض اللي رسمته. شوفوا مكان. طبعا دي رسمتي احسن من رسمه لا ماما. لا رسمتي احلى. لا لا انا احلى وحياه الله. يمكن رسمتي احلى، هم حسب ما يقولوا بالتعليقات. بس يا مش عارفه ليه مش حد. شوفوا ماما رسمه بابا قصر منها مع ان بابا طويل. يعني بتعود القصر بتاعها في الصوره. لا والله يا ناس جت ما اعرفش كيف جت بالعمي. انا كده انا لابسه كعب عالي بالصوره على فكره. يا جماعه وشوفوا هنا عاملين عامله البيبان بتاعت البيت باللون الفوشي. عادي عادي انا بحب الالوان. الوان الوان مش سنة أولى حضانة يا ناس وكتر خير. شوف النخلة يا أناقة. أهم حاجة شوف السمك. واخدين بالكم من السمك؟ السمك أهو. الريف المصري، هاي الرسمة اسمها الريف المصري. أنا ألواني محددة والشمس بتاعتي حلوة أحسن من الشمس. ماما ما عملتش شمس. لا ماما عاملة شمس هي قريبة من بتاعتي بس أنا بتاعتي أحلى طبعًا.
وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بتمنى تكون نالت اعجابكم. لو عجبكم الفيديو حطوا لايك وقولوا بالتعليقات رسمة مين.